أسنان مزاول بالقطاع الخاص بمدينة خريبة. بالنسبة لعلاجات الفم والأسنان في رمضان، علاجات الفم والأسنان في رمضان بزاف ديال الناس اللي تيتخوفوا من هاد العلاجات خلال رمضان وخصوصا في الفترة ديال الصيام. كاين هناك أخطاء شائعة، الناس يقول لك لا العلاجات كتفطر، نقول لهم لا ما كتفطرش، هادشي شهادة علماء ديال الدين. مثلا في خلع الأسنان هناك تخدير، هناك الخلع، وهناك الأدوية المصاحبة. بالنسبة للتخدير هي حقنة موضعية وماشي حقنة غذائية، إذا باش تكون تفطر ما كتفطرش. بالنسبة للخلع، الخلع عملية صاحبة خروج الدم، خروج الدم لا يفطر حسب علماء الدين ثاني وتيكون مفطر إلى داز مع الحلق. بالنسبة هنا ممكن أنه من بعد الخلع أن المريض يحس بعض الألم اللي تيخليه أنه يأخذ بعض المسكنات، هنا تيضطر أنه يأخذ بعض المسكنات، وأظن أن الله سبحانه وتعالى أعطانا الرخصة أننا نفطر ومن بعد نقدروا نقضيو النهار اللي داز.